الأهلي كسب سموحة، طبيعي طبيعي، ما فيش مشكلة، بطل الدوري وكسب سموحة أربعة، أربعة، هزيمة مؤلمة مؤلمة. ولكن الأغرب والأعجب هو تحليل المهندس محمد فرج عامر، زي ما سمعناه بالصوت والصورة، قال لك من أسباب الهزيمة وقوف موسيماني مع أحمد عبد القادر قبل المباراة. تخيل انت موسيماني لما يقف مع احمد عبد القادر ويقول له جود ورائع وعايز اشوف منك الافضل، فقام المهندس فرج عامر حلله تحليل خزعبلي جميل. قال لك ايه؟ استنى بس عشان انا كتبت. قال لك اتخض وجات له حاله نفسيه. انا مش هو اللي كان بيطبطب على ابو رجل مسلوخه، اتخض من ايه؟ ده موسيماني مدير فني النادي الاهلي اللي طلبه للعوده بيقول له جود ومستنيك افضل في الماتشات اللي جايه. الرعب والخضه، وكنت ناقص واحد ازاي يا باشمهندس؟ ما هو الطبيعي ان سموحه يخسر من الاهلي 3 و4 و5، يعني المفروض لو ما كانش حصل ده وهتاخد نتيجه الدور الاول مقياس، وانت عارف الفوز حصل ازاي. ولكن انا علشان ابدا اطلع يكسب سموحة أقول اللاعبين، أنا عندي بملك أفضل لاعبين، وعندي لاعب ب40 مليون ولاعب ب80 مليون ولاعب بيطلع نار من بقه، وأول ما أخسر أقول بس موسيماني رعب أحمد عبد القادر، طبطب عليه وقام باصص له، زغر له كده، فالواد اتخض وجات له حالة نفسية. حالة نفسية إيه يا حاج فرج؟ فبالله عليك الباشمهندس فرج عامر، بداية العودة للخلف، عدم الاعتراف بالاخطاء. موسيماني ذاكر سموحه، ذاكر سموحه. لعيبه النادي الاهلي من الطبيعي الفوز على سموحه، من الطبيعي الفوز على سموحه. احمد عبد القادر احد افضل لعيبه سموحه، احد افضل لعيبه سموحه. بس في حاجه صغننه انت ما خدتش بالك منها، ان موسيماني نزل المباراه دي وهو عامل حساب لاهم اثنين في سموحه، مصطفى فتحي واحمد عبد القادر. مصطفى فتحي واحمد عبد القادر. فممكن تقول ايه؟ تقول شابو لموسيماني وتيم النادي الاهلي اللي شل حركه الاوراق الرابحه لسموحه. ولكن الكلام انه لما موسيماني طبطب عليه اترعب واتخض وجات له حاله نفسيه يا حاج فرج عامر، فهقول لك يجعله عامر. يلا بينا نشوف هجمتنا المرتده رايحه على اسمي مادلين حنا، سني 29 سنة، كان وزني قبل العملية 155 وبعد العملية وصلت 100 خلال سنة، وكان عندي مشاكل كتير في ارتجاع في المريء وفي التنفس وفي الحركة، ودكتور كريم ساعتها اختار لي تحويل مسار، ومن ساعة العملية وانا صحتي بقت احسن وبقيت عارفة اتحرك اكتر وعارفة اشتغل احسن، وباخد الفيتامين والكالسيوم بتاعتي بصفة مستمرة، وصحتي دلوقتي بقت افضل كتير عن الاول طبعا. وانا بشكر دكتور كريم جدا عشان هو اللي مختار لي عمليه تحويل مسار، كانت افضل كتير ليا عشان ارتجاع المريء اللي كان عندي، ودلوقتي بقت احسن كتير عن الاول، فشكرا دكتور كريم.